أهلا بكم. حسب جريدة العمق ومن مصادر داخل حزب الاتحاد الاشتراكي أن الحزب زكى شيخ البرلمانيين عبد الواحد الراضي لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة سيدي سليمان. ودأب الراضي الذي يوصف بشيخ البرلمانيين وأقدم برلماني في المغرب على الترشح والفوز بمقعد برلماني عن دائرة سيدي سليمان منذ سنة 1963، حيث كان آنذاك أصغر برلماني بالمغرب. وانتخب الراضي نائبا برلمانيا لتسع ولايات تشريعية، وهي 1963 1969 و 1977 و 1984 و 1984 و 1993 1993 1997 1997 2002 و 2002 و 2007 و 2007 و 2011 و 2011 و 2016. يشار إلى أن عبد الواحد الراضي انتخب سنة 1993 نائبا أول لرئيس مجلس النواب، ثم رئيسا لمجلس النواب خلال الولايتين التشريعيتين 1997 2002 و 2002 و 2007، كما كان يشتغل منصب وزير التعاون في سنة 1983 ووزيرا للعدل في 2007. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.